استمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة الشباب، فقد استقبلت مديرية أمن القاهرة وفدا من أعضاء اتحاد طلاب مدارس القاهرة لمشاهدة المقر الجديد للمديرية بتجهيزاته المختلفة، وفي المقدمة منها غرفة عمليات النجدة ذات التجهيزات المتطورة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. شفنا حاجات كتير وشفنا أجهزة وتقنية حديثة جدا، وشفنا إزاي دلوقتي بقى فيه سرعة إجراءات لأي يعني أي حاجة بتحصل، ففي سرعة في إن احنا مثلا لو في سرقة أو في أي حاجة فشايفين إن هم بصراحة بسرعة ممكن يوصلوا للجاني أو أي حد ارتكب أي حاجة. في طفرة جدا من التحديث في من أول مديرية لغاية الإسام، جميع الإسام الموجودة في القاهرة أول مرة نشوف الشكل الحديث الجميل المشرف لمصر الجمهوريه مصر العربيه. دخلنا غرفه عمليات النجده، شفنا كل قسم في الغرفه ليه دور معين، كلهم شغالين على مدار 24 ساعه، فعلا تقنيات حديثه جدا، حسيتنا ان احنا بقينا في الجمهوريه الجديده. شفنا حاجات كتير اتطورت وحاجات كتير جديده احنا ما كناش نعرف عنها حاجه تماما، يعني ازاي ان البلاغات بتيجي وازاي بيتم الرد عليها باقصى سرعه. مستنيه ان انا ارجع للمدرسه عشان احكي لصحابي او لزمايلي عن التجربه اللي عشناها النهارده والحاجات اللي شفناها النهارده. واستكمالا لدور الوزاره الاجتماعي وتواصلها مع كافه الفئات، نظمت الوزارة زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للاطلاع على عمل الإدارة وجهودها في الإنقاذ البري والنهري والتعامل مع الحرائق والمتفجرات. بنشوف تدريب ميداني لكيفية مثلا التعامل مع الحرائق، ومثلا قدر الله حصل اي حريق في اي موقع بترولي، ايه مثلا اول اجراءات اللي احنا بنعملها، خطه الاخلاء. حقيقه انا استفدت جدا النهارده من الزياره، لان قدرت افهم ازاي اقدر اتعامل مع الحرائق وايه الخطه اللي انا ممكن اتبعها لو حصل حريق، او ازاي اقدر اساعد اللي حواليا لو حصل حريق وازاي اقدر اتصرف. احب اشكر وزاره الداخليه واداره الحمايه المدنيه انهم وفروا لنا هذه الفرصه ان احنا نتعلم او نشوف ازاي هم بيستعملوا الادوات في عملية الإنقاذ وإطفاء الحرائق. الحاجات دي يعني هتفيد الواحد في حياته الشخصية، ثانيا هتفيده في حياته العملية أكتر، بحيث إن هو إن ابتدى يشتغل في مصنع لو حصل أي مشكلة من المشاكل دي يقدر يتصرف معها بتصرف صحيح ومظبوط. ومع تواصل دور الوزارة الإنساني، نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى الناس الخيري، حيث تم اصطحاب المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم قواعد وإرشادات المرور، وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية. يوم جميل احنا قضيناه، والولاد فرق معهم جدا ومبسوطين جدا، واحنا متشكرين قوي لوزارة الداخلية ان هم عملونا اليوم دوت. النهاردة الضباط جم لعبوا معانا وشفنا حاجات جديدة وتعلمنا حاجات جديدة. تعلمنا إصالة الملول وازاي نخلط العربية، واحنا كنا مبسوطين جدا، وكان يوم النهارده رائع. يعني يوم جميل جدا الصراحه، ووزاره الداخليه عملت مجهود رائع مع الاولاد. تنظيم رائع جدا جدا جدا، العربيات والاشارات والمدينه المروريه بتاعتهم رائعه. تاتي هذه الزيارات المتنوعه في اطار حرص وزاره الداخليه على تحقيق التواصل مع كافه فئات المجتمع والتعريف بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطه في مختلف مجالات العمل الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار.